بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ليصبح 22 سبتمبر بدلا من 1 سبتمبر مع باقي الصفوف والمراحل التعليمية. الناس تساءلت إيه أسباب التأجيل؟ أسباب التأجيل حقيقة محددة: عدم الانتهاء من تجهيزات المدارس وفق النظام التعليمي الجديد، ولم يتم حتى الآن الانتهاء كاملا من قيد التلاميذ. 2، عدم الانتهاء من تدريب المعلمين على النظام الجديد. 3، عدم استكمال طباعة الكتب الجديدة. نحن أمام نظام تعليمي جديد بالتأكيد يستلزم قدرا من الجهد وقدرا من الوقت.